يعني الرسول قال كده، يا دي يا ابن المرأة المتنكد انا بسرح ميك يا ابن المتنكد زي ما بتسرح بيا، يعني الرسول يا دي يا ابن الشرموطة يا دي يا ابن المتنكة. سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر بعد وفاة الرسول بسنين، يا ابن المرة المتنكة يا شرموط، يعني هو يا متبعبص، ان هي خير اجناد الارض. ما قال لي مين يا ابن الكلب يا واطي يا معرس يا ابن الشرموطة، بتكذب كمان على رسول الله يا ابن المرة الشرموطة. بكذب ليه؟ مش دي حقيقة؟ حقيقة قصمك يعني... يا ابن الشرموطة يا كلب. مؤمن اتفضل افتح المايك. ازيك يا عم بهجة؟ اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ دلوقتي عم بجد سؤال، انت بتقول ان جمال عبد الناصر كافر. يا عم انت بتكلمني دلوقتي، احنا بنتكلم على الجيش المصري والجيش السعودي، سيب قصة ام جمال عبد الناصر. طيب نبقى نتكلم فيه بعدين. حاضر. طيب الجيش المصري مش كافر ولا حاجه على فكره. ليه؟ خير اجناد الارض، ودي شهاده من الرسول عليه الصلاه والسلام. مين بقى جبتها منين ان شاء الله؟ مين بقى ضحك عليك وقال لك دي شهاده الرسول؟ الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال فهم خير اجناد الارض. مين يا ابن الكلب اللي ضحك عليك وبلغك الكلام ده يا ابن الكلب يا واطي؟ الله، مش الرسول قال كده؟ الرسول ما قالش كده يا ابن الكلب، انت هتكذب على النبي كمان الله. عليه الصلاه والسلام ما يعني هو ما قالش لعمرو بن العاص اذا فتحتم مصر فخذوا منها جنودا كثيرا فهم خير اجناد الارض؟ سبحان الله، قال كمان لعمرو بن العاص سبحانه. يا ابن لما قال له سيغزو مصر، قال له هيغزو مصر. قال للرسول ان عمرو بن العاص هيغزو مصر، فقال له انت معدي؟ ايوه هيفتتح مصر وهينشر الاسلام في مصر. ايوه لما بعت مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز الغزوه بتاع سيدنا عمرو بن العاص اداله حتى جرابه تمر وقال له هات لي الجراب ده جرابه عسل، صح؟ من عسل مصر. عسل، ده عسل مصر. طيب ده كان يعني جميل. يعني الرسول يعني الرسول قال كده؟ يا دي يا ابن المرة المتنكد انا بسرح ميك يا ابن المتنكد زي ما بتسرح بيا. يعني الرسول يا دي يا ابن الشرموطة يا دي يا ابن المتنكة. سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر بعد وفاة الرسول بسنين، يا ابن المرة المتنكة يا شرموط، يعني هو ما قالوش ان هي خير اجناد الارض؟ ما قال لي مين يا ابن الكلب يا واطي يا معرس يا ابن الشرموطة، بتكذب كمان على رسول الله يا ابن المرة الشرموطة. بكذب ليه؟ مش دي حقيقة؟ حقيقة قصمك يعني... يا ابن الشرموطة يا كلب. طب قول انت الحقيقه. طيب انا عايزك تقول الحقيقه. مفيش حاجه من الكلام ده يا ابن المره المتناكه، حاشا لرسول الله يا ابن المتناكه. ايوه حلو يا دي يا ابن المتناكه، ايه اللي جاب حرب الاهليه للجيش الكافر؟ عرفت ان انت يا ابن المتناكه طالع تقول اي هبل في الجبل وعاوز ناخدك في الحته الضلمه وزوفه وكيفك واجيبهم في طيزك. انا هزل قصمك يا ابن المتناكه ومش هتف حتى في طيزك. يلا يا دي يا ابن المتناكه من هنا، يلا يا ابن الشرموط، بص يلا يلعن ابو امك، يلا يا ابن الكلب، انت كل مره تجينا بقصه يلعن ميتين امك، يلا يا ابن الكفره يا وسخ لو كانت من الكافرين، يلا يلعن ابو امك خول، تكذب كمان على رسول الله يا ابن الشرموطه، يلعن ابوك وعيال ولاد منايك. ما تنسوش تعملوا الفولو يا جدعان، يلا اهو 4290 عاشر رجال، يعني فاضل لنا 150 ولا 200، فاضل لنا 200. اوبا ايه ده؟ وفي ايه؟